مشاهدينا الأحباء، أهلا وسهلا في برنامجكم المجلة السعودية على قناة الحياة المسيحية. وزي ما تعودنا نبدأ في سؤال الأسبوع، واليوم حنستضيف أخونا الأخ عماد. أهلا وسهلا بالأخ عماد. أهلا وسهلا فيك أخوي الدكتور خالد، وسعيد أني أكون معك في البرنامج وفي الفقرة، وأجاوب على أي سؤال تحب تطرحه هالأسبوع. أمين، والله يستر من أسئلتك. الله يباركك. لا، هذا السؤال موجه لك بصراحة، مش لي يعني شخصيا. الله يستر. مو يعني مقاس الثياب، ومو شخصي مرة. لا، هذا بس لك أنت. تفضل. لأنه أحيانا بعض التهم اللي توصلنا أنه أنتوا العابرين تركتوا الإسلام وصرتوا مسيحيين عشان أنت من خلفية شيعية. طبعا هذا السؤال مش لي، أنا من خلفية سنية. نعم، أنت مفتك يعني. مفتك من هذا السؤال. ما يخصك. هذا السؤال يخصك. نعم. لأنك أنت من خلفية شيعية. نعم. وتركت الإسلام وصرت مسيحي. ليش تركت الإسلام وصرت مسيحي؟ شوفوا، خليني، هو شيء بيري يعني مضحك جدا. هو أنا أشعر كذا إنه العابرين زي التهمة، كل واحد يبغى يرميه على الثاني. لو شيعي يقولون هذا سني، ولو سني يقولون هذا شيعي، وسعودي وغير سعودي. تهمة كذا بلوة، يعني مش عارفين يتلقفون. طيب هذا شو نسوي فيه؟ فاهم. فهو شيء مضحك، وأنا أقدر أتفهم له. وسمعت كثير هذا الكلام، سمعت كثير إنه هذا يا رجال كافر وصار كافر. وفي شيعة على فكرة، وفي شيعة ترى إنه برضو إنه السني يا رجال هو رايح فيها منتهي أصلاً، يعني سواء، يعني أنت فاهم، لا حسوفه عليه يعني. فهو كل واحد، وتعرف حتى يا دكتور، في مقولة يقول لك احنا يعني ما لا نقص الاسلام من عامر، ولا زادت المسيحيه. انت فاهم، حاسين ان احنا فريق كوره كذا وقاعدين ضد بعض، وهذا ويانا وصار ضدنا، وهذا مو كذا الامور. لا تؤخذ الامور بهذه السطحيه الساذجه. بالعكس، احنا هنا من خلال الفقره هذه يا دكتور اللي احنا نتناقش فيها، تفضل، ومستمرين فيه ان شاء الله، مش متعودين نحكم المنطق والعقل وكتابنا المقدس اللي احنا نؤمن فيه. مضبوط، مش هذا نهج هذه الفقرة ونهج البرنامج. مضبوط، صح. طيب، اذا خلينا نستخدم المنطق اولا، نشوف المنطق من هذا الكلام، وبعدين نحاول نستنبط الحقيقة حقيقتها. كونك يا دكتور شيعي عايش في السعودية، هذا مو عيب، هذا امتياز. نعم. انت تقول لي شلون امتياز؟ انا يعني السني ما عنده هالامتياز؟ اقول لك لا ما عنده هالامتياز. صح، تفضل. ليه ما عنده الامتياز ذا؟ وايش الامتياز اللي عنده الشيعي؟ الشيعي يعرف في الإسلام أكثر من السني، الطالب السني أخوه وزميله في الوطن وحبيبه، يعرف. نعم. أكثر من ليش؟ لأنه يدرس في المدارس المذهب السني. صح. ويأخذ العلم السني والعلم الشرعي الإسلامي السني من المدرسة. صح. طيب، وإيش يأخذ في البيت والحوزة والحسينية؟ الشيعي يأخذ العلم الشيعي. فإذا هو عنده إحاطة بالعلوم الإسلامية أكثر من أخوه السني. مش ممكن يجي واحد يقول كده، يقول طب هذا اللي سواله تخبط وترك لا. شوف، وأنا حجيك في 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 في, في الإجابة على هالسؤال بعد شوي، لأنه التخبط يأتي من التعارض ولا الاتفاق. إيش ينتج؟ أنا إيش حابب أقول لك؟ أنا إيش أبغى أوصل من إنه الشيعي درس في الاثنين؟ نعم. معناته لو هو عنده مشكلة في المذهب الشيعي كمذهب شيعي، كان ترك، والحل عند السني مثلاً، مو عنده مشكلة في الإسلام لكن عنده مشكلة في المذهب، كان ترك المذهب الشيعي وراح وين؟ مذهب السني. مذهب السني. لأنه اللي ما راح يتقبله هنا، ومشكلته معاه هنا كشيع، حيروح على طول يختار وين؟ ماذا بالسن اللي هو اصلا ملم فيه ويدرس بشكل طبيعي. طب ليش يتهمونك كذا، يقولون الشيعي هو اللي ترك عشان وصار مسيحي عشانه شيعي؟
ما هذا انا قلت لك قبلها وقلت لك في اكثر من مره انه هو لانك شيعي يقولون عنك انك تركت لانك شيعي، ولو انك سني قالوا هذا مو من قبيله ومو سعودي، ولو انك يعني لا اقول لك حجه قصدك. هو انت عارف هو التهم موجوده، انت شخص موجود دكتور خالد. طيب عندنا ايش اللي يلبق له من التهم؟ ايش يناسبه؟ يناسبه نحط له واحده، حط له ذي. لا وفي ناس تشيل ثلاث مع بعض، ثلاث ناس اربعه. صحيح. فهو مو المشكلة، هو كل واحد عنده تهمة. لو جاك في المغرب سني فقال هذا يا رجال ما يعرف في الإسلام شيء، فهو التهمة موجودة. لكن إيش المشكلة؟ المشكلة إنه هم مش قادرين يتقبلون الفكرة. يا دكتور خليني أعبر عن نفسي كشيعي من خلفية كمسيحي من خلفية شيعية، خليني أعبر عن نفسي. أنا ما عندي، أنا لم أترك الإسلام لأني عندي مشكلة في المذهب الشيعي. ما تركت الإسلام لأني عندي مشكلة مع زواج المتعة مثلا، ما تركت الإسلام لأني عندي مشكلة مع الأئمة مثلا أو مع الإمام علي، أو عندي أو شايف إنه فعلاً عمر بن الخطاب أفضل وإنه الصحابة عملت والصحابة أجرمت. فأنا لا، أنا تركت الإسلام بسبب ما أجمع ما يتفق عليه المسلمين كلهم بكتابهم الواحد وبصلاتهم الواحدة وبنسكهم الواحد وبشريعتهم الواحدة، وليس ما اختلفوا عليه. أنا تركته بسبب ما اتفق عليه وليس ما اختلف فيه. فأنا اسمح لي بعجالة، أنا ضد المجموعة كاملة، ولن أقول ضد علشان لا أفهم خطأ، لا أتقبلها. أنا شفت هذا العرض ولا أتقبله، أنا حر وأنت حر تتقبله أو لا، لكن على ما اتفق، أعيد وأكرر، على ما اتفق عليه الجميع من شريعة، من حقوق المرأة، من حقوق الإنسان، من صورة الله، من صورة، في أشياء كثيرة كلها لم أتقبلها على نفسي. شكرا جزيلا أخ عماد على هذا الوقت. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية فقرة سؤال الأسبوع، انتظرونا بعد الفاصل.